حتى الأمس القريب كانت السعودية في قاموس جو بايدن دولة منبوذة، لكن المعطيات على ما يبدو تغيرت، فعادت المملكة إلى موقعها كحليف مهم وفق تعبيره. معطيات من العمليات الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسهم التمدد والنفوذ لكل من روسيا والصين والتهديد الإيراني الذي تتوجس منه أمريكا، إضافة إلى الضياع الأوروبي، جميعها قلبت التصنيفات، وها هو الرئيس الأمريكي يحط في جولته إلى المنطقة في محطتين، وجل الرسائل يكمن في اختيارهما أساساً، تل أبيب والسعودية. ثمة من يربط الزيارة بحسابات أمريكية داخلية، لكن بايدن نفسه كتب في الواشنطن بوست عن جولته بأنها ترمي إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ولعل أصدق ما قاله الرجل أن الزيارة ستعمل على تعزيز المصالح الأمريكية المهمة، وهي تأتي في سياق بدء فصل جديد. لكن مزيج التطورات في المنطقة يشي بأن هذا الفصل يميل إلى تأزيم الملفات أكثر من حلحلتها. بالنسبة إلى السعودية وعلى خط الملف اليمني الساخن، ها هي الإدارة الأمريكية تبدأ بحث إمكانية رفع حظر بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية. المشهد اليمني يتجه إلى مزيد من تشديد الحصار ومنع المساعدات، فهل إعادة التفجير هي المطلوبة وتأتي الجولة لتزكيتها؟ في المقابل، التوطئة الإسرائيلية واضحة لجولة بايدن، ضوء أخضر فاقع لإسرائيل للمضي في إقامة 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إضافة إلى الكشف عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة على أملاك فلسطينية خاصة. يحدث ذلك على وقع تحذير إيراني من محاولات واشنطن لإقامة درع من دول المنطقة بالشراكة مع إسرائيل ضد طهران لحمايتها، فهل هذا التحذير واقعي؟ وهل تحيد الزيارة ملفات المنطقة عن صراع أمريكا مع كل من روسيا والصين؟ أم أن المطلوب إقحامها لاستخدامها في أي حروب أو تسويات؟ الأكيد أن ما يسبق جولة بايدن هو الكثير من الأسئلة المشتعلة.